اهلا بكل مشاهدينا، ورجعنا لكم من جديد وفقره مهمه جدا 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 وتخصص ومرض انا اول مره اتكلم فيه بكل صراحه، وهو استسقاء المخ. دايما بنسمع عن اورام المخ، مثلا مشاكل كتيره قوي عقلنا بيتوجه مثلا لاي اعراض يعني ممكن تحصل لنا اذا كانت ناتجه عن اي حاجه. اول ما يحصل صداع مش عارفه ايه، بنبقى خايفين ان يحصل عندنا او يكون عندنا لا قدر الله ورم في المخ، ولكن ما حدش كتير اتكلم عن استسقاء المخ. هل استسقاء المخ ده يعني بيجي لمين؟ ممكن يكون طفل مولود باستسقاء المخ؟ اه ممكن. طيب ممكن يكون طفل مولود عادي جدا ومره واحده يحصل له استسقاء في المخ؟ طب ايه الاعراض اللي انا لاحظها على الطفل اذا كنت انا ام لاول مره او للمولود الثاني او الثالث ايا كان؟ ففي اعراض معينه لازم تاخدي بالك منها بيصاب بيها مريض استسقاء المخ. ده لو هو طفل خالص انت اللي لازم تاخدي بالك منه، او اما لو انت حد كبير او طفل كبير وابتدى يشتكي فبرضه في شكوى معينه او اعراض معينه لاستسقاء المخ، ومتهيألي هي بتبقى يعني مؤشر، يعني ما ينفع يعني في حاجات كده بتبقى ايه، لا لازم اروح اعمل مثلا اشعه المخ، لا المخ في حاجه، يعني في حاجات كده ما فيهاش جدال بمعنى اصح. ايه رايكم النهارده نعرف يعني ايه استسقاء مخ؟ طب ايه هي طرق علاجه؟ هل هو منتشر الفتره دي ولا بقاله فتره منتشر بس الناس كلها مش عارفه المعلومات الكافيه عنه؟ النهارده بقى احنا هنحاول نوضح على قد ما نقدر مرض استسقاء المخ ده معناه ايه. وخليني ارحب بضيف فقرتنا استاذ دكتور حازم مصطفى كمال، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه طب القصر العيني. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. عنوان الفقره هو مخيف، ولكن لما دردشت معاك، انا لسه عارفه احنا هنتكلم في ايه، فلما دردشت معاك قبل الفقره شفت ان الموضوع يعني مش صعب اللي هو الواحد يعني يبقى فيه فزع وخلاص كده لا قدر الله يؤدي الى الوفاه. تمام. خلينا في الاول نعرف يعني ايه استسقاء المخ، وبعد كده نبتدي بقى نشوف اعراضه اذا كان بالزبط. طفل مولود بيه او حد كبير. شاب. اوكي. تمام. ايه تعريف استسقاء في المخ عشان ناخدها بصوره برضو مبسطه؟ ان هو في سائل موجود جوه المخ وجوه الغرف بتاعه المخ في الانسان، اي انسان عنده فيه سائل اسمه سائل المخ الشوكي. السائل ده ليه معدل تصنيع ومعدل امتصاص بيرجع تاني للدم. بالمناسبه السائل ده بيتغير في اليوم 3 مرات، يعني في البني ادم الطبيعي بيتغير 3 مرات، يعني معدل تصنيعه زي معدل امتصاصه. اوكي. لو حصل في حاجه اعاقت المجرى ده اللي بيجري فيه هذا السائل، او حصل زياده في التصنيع، او قل معدل الامتصاص بتاعه، هيبدا يتراكم وبالتالي يعمل زياده في الضغط داخل المخ. يعني دي حركه دوريه عاديه للمخ. بالظبط. ان بيبقى في سائل 3 مرات. مظبوط. لو حصل فيها اي خلل بيبدا السائل ده يتراكم، يتراكم ويتكون وبالتالي في المخ، هيعمل زياده في الضغط داخل المخ. هنقسم السائل ده حاجه ما يشبه الميه شويه ولا حاجه لزجه؟ زي الميه بالظبط. ميه وكلير، يعني سائل شفاف زي الميه بالظبط. يبقى هي الكلمه الدارجه اللي هي ده عنده ميه في المخ او جات له ميه هي على المخ. دي بالظبط كده دي؟ سليم. ان هو ما يعرف بالنسبه للناس بميه على المخ. اوكي. الناس بتقول عليه كده. بنقسمه لجزئين يعني رئيسيين، اللي هو في الاطفال حديثي الولاده قبل سن سنتين وبعد سن سنتين او في البالغين. ان هو بيبقى ايه الفرق ما بينهم؟ ان لسه عظام الجمجمه بتاعتنا عباره عن مجموعه من العظام ومتشابكه مع بعضيها. اوكي. ما بيكونش لسه التئمت لحد سن سنه ونص، من سنه ونص لسنتين عشان بيبدا الالتئام بتاعها يكتمل. وبالتالي الزياده في الضغط داخل المخ في الاطفال حديثي الولاده او تحت سن سنتين بيبدا يعمل لهم زياده في حجم الدماغ، حجم الراس. يعني ده العرض الاكثر ظاهر، يعني بالظبط ان انا احس مثلا لو انا طفلي لسه مولود او ما يقرب مثلا سنه
بالظبط بحيث ان قبل سنه قبل سنه الدماغ بتكبر يعني بتكبر بمعدل غير الطبيعي بتاعها بيبقى فيه زرقين مثلا يعني ممكن يصاحب اللي احنا نقول ده ورم يعني في زرقان ولا بيكبر بيبقى بس بيبقى فيه مش زرقان بالشكل المفهوم ولكن الاورده اللي في الدماغ بتبدا تبقى باينه اكتر فبتبقى دي لونها ازرق شويه بالظبط زي البالونه اكن حاجه هتفرقع اكن احنا بننفخ البالونه أوكي. هي الفرق ما بين الطفل الصغير والانسان البالغ او اللي هو بعد سن سنتين ان بيبقى البالونه دي احنا بنزود فيها السائل اللي جواها فبتتنفخ حلو عشان العظم لسه مش لاحم في بعضه كويس ما بعد ذلك بتبقى بتزود ضغط داخل الجمجمه وبتبقى بتعمل اعراض في ما بعد سن سنتين حلو قوي اعراض مختلفه طبعا ما بتزودش حجم الدماغ بتبقى اعراض مختلفه اللي هي بتبقى دايما في صوره صداع شديد جدا لا لو حد كبير شويه بالظبط كده سواء طفل او شاب او انسان يعني. بالغ بتبقى صداع متزايد وشديد جدا زغلله في العين لان الاستسقاء اللي في المخ ده بيعمل حاجه على العصب البصري بيعمل حاجه اسمها ارتشاح في العصب البصري يعني كمية المية اللي موجودة بتزيد في العصب البصري أكتر مكان يعني أول ما أحس بزغللة بالظبط كده ممكن ما يبقاش المشكلة بس في العين في مشكلة ضعف نظر صحيح لا دي بتبقى يعني الزغللة أو الارتشاح اللي موجود في العصب البصري يعني العصب البصري تحديدا بيعتبر جزء من المخ ما بنعتبروش طب يفرقوا يعني ما أنا برضو يعني أنا لو دكتور نظر فأنا رحت لدكتور نظر وأنا شايفة زغللة فاكيد هيقيس لي المقياس بيبص على قاع العين حلو قوي وطبيعي ان احنا عارفين برضو قله النظر بتعمل صداع لما يبص بقى على قاع العين لو لقى في ارتشاح اول حاجه هيقولها بيظهر لك. يعني بتظهر طبعا. لو دكتور حتى فحص طبعا. عيون عشان الموضوع ايه وممكن لو مش بتظهر يعني لا بتظهر طبعا بس هتظهر عند اللي عنده الاجهزه او التقنيات الحديثه مظبوط لاي حد تاني ممكن يشخصك او يشخصك ان انت نظرك ضعيف ويبتدوا بقى يعملوا دي حاجه بتبقى غير ضعف النظر طبعا ضعف النظر ما بيبقاش معاه ارتشاح في قاع العين ارتشاح قاع العين ده بيسبب مش ضعف في النظر في الاول بيبقى عباره عن زغلله يعني اكن المريض شايف شبوره مثلا من ورا شبوره يعني شايف ممكن يبقى شايف الصوره بوضوح ولكن اكنها في شبوره قدام حلو قوي بيبقى معاها طبعا اعراض اخرى زي القيء المستمر او الميل للقيء يعني احساس بغممان النفس وهكذا بالنسبه للاطفال هي اللي يجب على الامهات اطفال حديثي الولاده ان هم لازم متابعه احنا بنقول محيط الراس محيط الراس ليه معدلات معينه لازم المفروض بتتابعها مع دكتور الاطفال لو زادت عن المعدل الطبيعي لازم تتوجه للدكتور المختص بجراحه المخ والاعصاب يعني هي اول ما تلاحظ على ابنها ان الراس بتكبر او حجم المخ بيكبر بالزبط. تتوجه على دكتور جراحة المخ والاعصاب لكن مش مخ واعصاب بس جراحة مخ واعصاب طبعا لان علاج معنى كده ان العلاج جراحي على طول بالظبط كده الاستسقاء المخ علاجه جراحي في المقام الاول ما فيهوش علاج دوائي الشيء الجيد في الامر ان هو علاجه قاطع يعني علاجه بنحل المشكله بتنتهي المشكلة الطفل بعد كده بينمو نمو طبيعي تماما ما بيأثرش عليه او مش بالضرورة يأثر عليه بمعنى اصح يعني الا لو حصل ان احنا اتأخرنا في العلاج بتاعه يعني تقصد حضرتك ان انا دلوقتي لو شفت ان حجم المخ الطفل عندي كبر انا بلجأ لدكتور الجراحة انا عايز امشي خطوة معلش حضرتك بتشوف الطفل على حسب كمية المية اللي جوه أو الاستسقاء اللي جوه بتعرف إن هو هيأثر عليه ولا لأ بعد كده ولا أيا كانت كمية المية حضرتك بتشفطها أو بتسحبها بنعمل الأول طبعا رنين مغناطيسي أو أشعات عشان نشوف الكمية اللي هي هل مش كله طبعا كله فيه درجات مش كل الحالات زي بعضيها بقى في كده أوكي بالظبط بيبقى في أغلب الأحوال ما بيبقاش درجة الضمور اللي موجودة في خلايا المخ عالية بمعنى ان ممكن يحصل بعض التاخر البسيط او ما يحصلش تاخر خالص والطفل ده ينمو نموه طبيعي تماما بدون ما نخاف من ان هو يعني الاستسقاء ده لا اما يعمل ضمور او ياخر او ما يعملش خالص للاسف لا اما ما يعملش خالص ودي طبعا بتبقى حاجه بتاعت ربنا بالظبط كده طيب ليها علاقه بالتاخير طبعا بنسبه كام في الميه بنسبه 70% اوكي
كل ما بنأخر كل ما بيبقى الضغط. والله أنا أتمنى أول مرة أتمنى بجد إن العالم كله يشوف أو يتفرج على الفقرة دي، لأن بتبقى الأم والأب ده بالنسبة لهم البيبي ده يعني صحيح فرحة حياتهم طبعا وكل حاجة في حياتهم. فالمفروض لو هي لاحظت، أو ناس كتير ما تعرفش النقطة دي، أنا نفسي ما كنتش عارفة حاجة عنها كتير. صحيح. فلو لاحظت إن رأس ابنها أو الدماغ بتكبر حجمها، يبقى لازم تجري بسرعة على دكتور جراحة مخ وأعصاب. بالظبط كده. أوكي.